البرلمان الذي يجتمع ويناقش في هذه الأثناء جدول الأعمال، يفترض أن يتضمن جدول الأعمال مشاريع واقتراحات قوانين مثيرة للجدل وقد تثير السجالات داخل مجلس النواب، لعل أبرزها مشروع قانون استقلالية القضاء في ضوء وتداعيات الأجواء التي تعيشها البلاد من انقسامات سياسية على خلفية استقلالية القضاء وتبعية بعضه للقوى السياسية، بالإضافة طبعا إلى موضوع رفع حصرية الاستيراد ويعني بمعنى نزع الحصرية، وهذا أمر من شأنه أيضا أن يثير سجالات على اعتبار أن كبار التجار ورجال الأعمال يتبعون بشكل مباشر أو غير مباشر للقوى السياسية، وهي ستحاول قدر الإمكان إرضاءهم ونحن على بعد أسابيع من الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالإضافة طبعا إلى مشروع قانون اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بطرح بعض البنود أو تحديث وتغيير بعض البنود الواردة في اقتراح في قانون الانتخابات الانتخابات النيابية المقبلة، سوف يطلب مناقشته أو تطلب مناقشته كتلة التيار الوطني الحر لرغبتها بتعديل بعض البنود المرتبطة باقتراع المغتربين، وذلك لأنها تخشى فعلا من أصوات المغتربين بحسب استطلاعات رأي أجريت مؤخرا، وأكدت أن حظوظها من قبل المغتربين أو من قبل أصوات المغتربين ربما ستحمل إليها خسائر في المقاعد النيابية. من بيروت مراسلتنا دارين الحلوة، شكرا لك.